مرحبا، رح نعمل جولة سريعة على أهم وآخر الأخبار المحلية العربية وحتى العالمية، وبداية أخباري من سوريا وبخبر أحزن الوسط الفني وأصدقاء ومحبين زهير رمضان يلي للأسف عم بيعاني من وضع حرج جدا. وبالتفاصيل كتب المخرج صفوان نعمه على صفحته الخاصة على فيسبوك: الصديق الفنان زهير رمضان عم يعاني من وضع صحي حرج، مهما كنا متفقين معه أو مختلفين حول قراراته كنقيب الفنانين، لكن بيبقى زهير رمضان الفنان والصديق والزميل، وبرجو من الله الشفاء العاجل له. نحن اليوم بأمس الحاجة للوقوف مع بعضنا طبعا كلياتنا من أي وقت لندعي الله أنه يشفيه ويعافي ويرجعنا إياه بأقرب وقت. بيان صادر على النقابة حكى عن الوضع الصحي لرمضان، وأكد أن الأطباء منعوا الزيارات عنه لوقت يشفى بشكل تام. وإجا هالبيان: زهير حالياً لا يستطيع التكلم بعد إصابته بالتهاب رئة حاد جداً، وبدأت بجلسات المعالجة الفيزيائية للوصول للشفاء التام، ويبدو أن حالة رمضان الصحية هي يلي غيبته عن مراسم تشييع ودفن وعزاء الفنان الكبير صباح فخري. مني ومن أسرة فن نيوز نتمنى الشفاء العاجل للفنان السوري زهير رمضان. يبدو أنه بعض الفنانين ما خف تفاؤلهم على الرغم من الظروف الصعبة يلي عم نمرق فيها، ومنهم مروان الشامي يلي بدأ التحضير من فترة لعدد من الأعمال الفنية الجديدة بالتعاون مع مجموعة من أبرز الأسماء بعالم صناعة الأغنيات. طبعاً هالتعاون بعد انقطاع عن الساحة الفنية بسبب جائحة كورونا والأحداث الصعبة يلي عم نشهدها، وعم بيعيش الشامي نشاط فني لافت، وباتصال هاتفي معه حكى عن أغنية جديدة رح يطرحها بالفترة المقبلة، وما تم الكشف أبداً عن اسم الأغنية، لكن أكيد بفن نيوز رح نكون أول مين رح يكشف ويواكب تفاصيل هالعمل بالأيام الجاية. وبمصر تصدرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الترند على السوشيال ميديا بعد ما طلعت عن صمتها للمرة الثانية من وقت رجعت لمصر، لكن هالمرة لتقدم التعازي لعائلة الممثل المصري أحمد خليل. وكتبت ياسمين بحسابها بوست قالت فيه: البقاء لله، ربنا يرحمه. أحمد خليل رحل عنا عن عمر 80 عام متأثر بإصابته بفيروس كورونا، وسبق وتناقلت بعض الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تدهور حالة أحمد الصحية، وطبعا نقلوا لأحد المستشفيات للعلاج بعد إصابته مؤخرا بالفيروس خلال تصوير أحد مشاهده بمسلسل حكايتي مع الزمن، إحدى حكايات مسلسل إلا أنا. الفنان الراحل أحمد خليل كان سبق له زواج من الممثلة المصرية سهير البابلي، اللي كمان حالياً عم تعاني من وضع صحي حرج، وهي موجودة حالياً بأحد المستشفيات بمصر. ما فينا ننكر أنه نجمة العالمية أنجلينا جولي عم تعطي اهتمام كبير بالبيئة، وهالمرة حرصت على دعم قمة المناخ يلي استضافتها مدينة غلاسكو الأسكتلندية. واختارت أنجلينا موضوع حرائق الغابات اللي التهمت مساحات واسعة من الأشجار بالعديد من دول العالم. جولي نشرت صور من هالحرائق للتنديد بهالظاهرة اللي بتساعد بشكل كبير بارتفاع نسب تلوث المناخ والهواء. وأرفقت جولي الصور ببيان أكدت فيه أن أزمة المناخ هي أزمة إنسانية، والتهديدات الناتجة عنا عديدة مثل الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وأضافت جولي أنه ما في حل لتغيير المناخ وعدم الاستقرار العالمي ما بيبدأ بدعم حقوق واحتياجات الناس بالخطوط الأمامية للأزمة، الأهم حماية البيئة. هي كانت جولتي السريعة على أهم الأخبار. موعدنا معكم بيتجدد بكرة بنفس التوقيت. بتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع حلوة، تبقوا بألف خير. Bye.